كل ودك انت ولا ياك انت هاد يا ضوي هاد انت هاد يا عمال جنيت ولا يا ليه ابوي ايه يا دي اللي موقفك في نص القمح وين بتعمله ده ما في شغل يا عم عبد ناصر بنص من القصب خلص ها وقلت اشتغل خيال مقاطع خيال مقاطع اه ايش ايه شو ايه خيال مقاطع يا ودي اقعد كده اوقف يا عم عبد ناصر عشان الزرازير ما تاكلش القمح الساعة بعشرة جنيه احسن ما اقعد من غير شغل شو يا عامل انت؟ والله الواد هواي ودي يا ما لقيش غير شغلانة خيال المقاطع دي يا واد دي كثرت علي طيب تعال تعال يا واد عايزك يا واد في موضوع في حاجة؟ ايوه يا واد انا جبت لي يا اخي سندوتش معاك يا واد لح اجيب لك كل حاجة اقعد يا عامل يا عم عبد ناصر يا عامل انت يا ضوي كويس كويس انت؟ اه شغلانة خيال المقاطع دي بقعد لي ثلاث اربع ساعات في الظهرية بيدوني 40 جنيه وبروح ايوه حق صح وانت فعلا تخوف الزرازير صح يا فقر انت وعامل انت تمام يا ولد الله يبارك فيك رايقه يا ولدي بقول لك يا ولد يا ضوي ضلك في موضوع عايزك قلت ما حدش اللي حيجيب لي اساس وغيرك انت يا ولد ايه موضوع ايه ايوه خير يا ولد اصبر علي انت نهار كله اصله ايه بتبرم وطلوق في الافراح كده وفي البلد ما فيش فرح المكان ايه بتغور تغطس فيه بتشوف الحريم وتشوف دكه وتشوف ده ايوه داك معاي الواد عايز خاطب متكلم على بيت ايوه تمام البيت دي جميله قويه يا ولد يا ضوي ابو كويس حلوه وكل اللي وريها له من جماعتي وصحباي ايوه يقولوا ما شاء الله يا عم عبد الناصر زين ما اخترت بس قلت انا يا قلت اشوف الوضع الضوي يعرف لي اصلها وفصلها ويعرف لي ايه يعني حكايتها البدي حوريك صورتها معك صورتها ايوه معاي وريهاني ما انا قلت ما فيش غير الفقري ديتي هو اللي بيعرف كل حاجه وري شوف يا واد كده صورتها يا واد وقول لي ايه رايك كبرها لي يا عم عبد الناصر حاضر ايوه ايوه اتملك فيها كويس يا واد هي اللي هياخدها بنتك دي هو هي البنت اللي هياخدها ولدك دي ايوه يا واد زي قمر 14 ما شاء الله دي مغشوشه يا عم عبد الناصر مغشوشه اقول لك الصراحه ولا اكذب عليك كيود مغشوشه اي وشها ابيض وتمام بس يدها غير لون وشها يا عم عبد الناصر يديها كيود يديها شكل وشها شكل ما بقول لك دي مضروبه وي 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 ايوه يا الواد ما يعرفش الواد ما يعرفش الكلام ده صح كريم اساس يا عم عبد الناصر حاطه كريم اساس كيود يا ضوي حاطه كريم اساس لوشها وسابه يدها يا عم عبد الناصر انت مش قلت لي عاد خد رايي دي امانه ايوه يا ود انت طول عمرك شغال معايا انا قلت ما حدش حيعرف الموضوع ديتي غيرك انت يا ود ما انا اقول لك اصلي عارف البنت دلوقتي اول ما حد يتقدم لها تروح جايبه علبه كريم الاساس في كريم اساس بيع عمليه كرئيه دي ده كريم الاساس بيأسس الوش ويصغر لك المناخير ويكبر لك الخدود ايه ده يا ابوي ده ما الغش وصل للدرجه دي يا ود امال ايه فدي لازم تشوفوها على الطبيعه اي واحد يروح يتقدم لوحده المفروض يخربش الكرت خربشها انا حد يا اخي وداني في داهيه غير كريم الاساس وخلاني التليست في مشحته وتجوزتها وي 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 يا فقري امال اتغشيت فيها على كبر انت امال ايه طب انا مش شفتها في فرح ايوه انا قلت دي بوسي اول ما شفتها وعارف بعد ما كل ما كنت اروح لها في الخطوبه تقول لي اتصل علي قبل ما تاجي عشان يكون ابوي قاعد اتاري هي بتعمل حسابها وتروح تتبدر وتحط كريم الاساس ده يا عم عبد الناصر ايوه 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 حق صح يا ود كلامك ده وبعد ما اتجوزتها يا عم عبد الناصر غسلت كريم الاساس
لقيت نفسي متجوز الحج عباس. وي وي ما خلاص بعد ما تدبس ضلك ما فيش فايدة. فلازم تركز يا عم عبد ناصر، تخلي ولدك يروح للبدي يكبس عليها الساعة 9، يعمل عليها كبسة كده في البيت. ها الصبح بدري. يكون صاحي من النوم. أيوة. هتلاقي حاجات مختلفة على الصورة دي. هيعرفها يشوفها على طبيعتها في الصبح. أمال إيه؟ لازم، ده غش تجاري. أنا الوحدة تقدمت لها تطلع لي طبيعتها كده. ما تقعدش تتبدر وتلصق لي في الضوافر وتحط لي ياخدها وتحط لي في العدسات وتحط لي في الرموش، كله تركيبات ده عم عبد ناصر. وفي كريم اسمه وايد داي وبايد داي ونايد داي، يحطوه بالليل ويحطوه بالنهار. واه 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 واه. طب وين يا ابوي الشباب اللي حيعرف الكلام ده؟ ودي الشباب عارف كل حاجه بس بيتغطرش. طيب برضو ده كلام. طيب ياخدها ياخدها شكل وتاني يوم تبقى شكل تاني. لا 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 لا، وعلى راي الشاعر يا عم عبد ناصر اللي قال ايوه، امسح مكياج صاحبتك هتلاقي سيد ابن عمتك. الله ينور عليك يا فقري. هيك انت دائما تجيب الكلام المظبوط يا واد يا طول. امال ايه؟ بس عارف كريم الاساس ده عم عبد ناصر بيحطوه على الوش. بس مش بيحطوه على اليدين، فبالعرقيب بتكون باينه. وام عرقوب دي بتجيبها من شرقها لغربها تقفلها معاك، وانت كده كده مقفله خلقه معاك. خد للواد حاجه واحده يكون مبدره رباري. شفت البنت الحمراء؟ ايوه. بتبقى وشها كده محمر. ايوه ايوه عارفهم دول. ايوه عارفهم. بتبقى ايدها مطخخه كده ومنفوخه. ايوه ومفعصه كده، والبنته كده طريه بتبقى حلوه. ايوه باين الطبيعي. ماكسيم فقر، خلينا نحسن النسل يا اخي. لا تمام يا ولد. ولا غلطان انا؟ لا برضه غلطان. ده انت 100 100 يا ولد. انت نصيحتك دي. ده انا حظبطك اخر تظبيطه يا ولد يا ضوي. هتاخد دي بعد ما هتغسل وشها، هيبقى بيتكم شبه مرتك، شبهك انت، شبهها هي، شبه ولدك، هيطلعوا العيال زي كده. عايزين نحسن النسل يا اخي. القال واحده حلوه كده يكون مش بتحط مكياج كتير. لا والله حلقالي يا ولد. ما انا قلت، ما حدش اللي حيفيدني غير الواد الضوي في الموضوع ده. ما تلقاليش شغلانه غير خيال المقاتة دي، واقف الشمس لما الشمس قطعت وبري. ما كويس عليه خيال المقاتة. كويس عليه خيال المقاتة يا ولد، استحمد الله. حتى لما نصحتك يا ولد عيب عليك، اختشي. خلاص حروح اجيب لك غدا انا. يلا هات لي غدا يا عم عبد ناصر. تمام يا ولد. وخربش الكرت يا عم عبد ناصر. لا تمام نصيحتك دي. دي دالك انا حطلع على الواد يا ولد، ده كنا حنوقع فيها الوقعه دي لولاك. الله يبارك فيك يا ولد يا ضوي. انا نصحتك لوجه الله لان انا دبست قبل كده. ايوه المره مناخيرها اكبر من مناخيري يا عم عبد ناصر. بتحط كريم جنب مناخيرها، مناخيرها لقيتها زي حبايه الفوله. ايه واعي؟ امال ايه؟ حقه يا ابوي. ده بيعملوا حاجات دلوقتي. انا عارف سنحتي. عارف وشي ده؟ عارف ما اروح اجيب كريم الاساس ده؟ ايوه هبقى زي انغام. وي 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 وي. تتغير خالص يا ولد. امال ايه؟ روح القى لك صرحه وظبط الدنيا ويجعلنا لفعل الخير ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا ولد يا ضوي. هجيب لي غدا؟ هجيب لك يا ولد كل حاجه. والله تمرت فيك العيش والملح يا ولد. عملوا لها كبسه الساعه 9 الصبح يا عم عبد ناصر، هتلاقيها شبهك دي. تمام يا ولد. ماشي.